أشرفت السلطات الولائية المدنية والعسكرية ببرج باجي مختار على وضع حيز الخدمة، ملبنة الوفاء ومشروع المراقبة التقنية للسيارات. ها نحن في أول بادرة استثمار بولاية برج باجي المختار، والحكمة تقول مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. أول مشروع استثماري يدشن اليوم في برج باجي المختار وهو إنتاج الحليب الذي لم يكن متواجد بهذه الولاية، وبفضل مجهود المستثمرين الذين أقاموا استثمار في هذا الميدان، وذلك منذ 2018 بالنسبة للأرضية، وبقي المشروع يتراوح مكانه، وفي المدة الأخيرة تم وضع كل الجهود وذلك لإتمام هذا المشروع، حيث تم تسوية كل مراحله في 3 أيام. رانا ماشيين للاستثمار الثاني كذلك، وندخل في مجموعة من الاستثمارات إن شاء الله. وولاية برج باجي المختار تحتاج إلى البدائل، إلى البدائل، إلى البدائل، إضافة على الثروة الحيوانية الكبرى التي بها وتنتجها هذه الولاية. وعن المشروعين الاستثماريين يقول صاحبيهما: أشرف السيد ولي ولاية برج باجي مختار على تدشين ملبنة الوفاء اليوم صبيحة اليوم. هذه الملبنة التي تسع قدرة إنتاج بأكثر من 5000 لتر في الساعة، الملبنة جاهزة، خطوط الإنتاج جاهزة، العمال جاهزون، فنحن فقط في انتظار وصول يعني حصة الملبنة من الديوان الوطني للحليب باش يزودنا بغبرة الحليب حتى يتم يتسنى لنا الانطلاق في التوزيع والانطلاق في أشغال وتوزيع الحليب على مستوى ولاية برج باجي مختار ببلديتيها. السكانر هذا تجسد بأموال خاصة. السيد الوالي رافقنا في جميع الوثائق وجميع الشيء، هو اللي العراقيل، كل العراقيل سهل لنا أمورنا كاملة ولله الحمد. ليبقى توفير حليب الأكياس للمواطن والمراقبة التقنية لسيارته من متطلبات المواطن البرجاوي التي كان يقطع مئات الكيلومترات لأجلها.